كل عام وأنتم بخير. يعني في البداية من بغداد، يعني مصطفى، كيف يبدأ المسلمون في العراق استقبال أول أيام شهر رمضان في ظل ظروف كورونا؟ نعم، كل عام وأنتم بألف خير وجميع مشاهدي قناة الغد. بطبيعة الحال طبعا الأوضاع التي يشهدها العراق هي ليست بالأوضاع الهينة، هنالك أزمة اقتصادية حقيقية أثقلت كاهل المواطن العراقي الذي بات يستشعر غلاء الأسعار الغذائية، أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ بسبب طبعا ارتفاع أسعار الدولار، وأيضا بسبب عجز الحكومة الحالية عن توفير حلول ناجعة تساهم في توفير المستلزمات الغذائية والخدمية للمواطنين في خلال الشهر الكريم، مما يسهل عليهم بطبيعة الحال طبعا أن يمارسوا طقوسهم بهذا الشهر بكل أريحية كما عاهدوه خلال السنوات الماضية في العراق. طبعا إضافة إلى ارتفاع الأسعار في مختلف المناطق العراقية وفي الأسواق خصوصا في العاصمة العراقية بغداد، جاء حظر التجوال الذي قررته الحكومة العراقية واللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية باستمرار فرض حظر التجوال الجزئي وزيادة ساعاته لساعة أخرى، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي بشكل تام، فقط الاعتماد على خدمة التوصيل دون السماح للزبائن بالجلوس في المطاعم، وكذلك فرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الجمعة والسبت. بالتأكيد سوف تكون له آثار سلبية على دخل الفرد العراقي وسوف يؤثر بشكل كبير بالتالي على حركة السوق. استياء واضح هنا في بغداد بسبب الإجراءات الأخيرة، باعتبار أن الحكومة العراقية منذ أن بدأت جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة لم تقم كما يرى هؤلاء العراقيون بإجراءات حقيقية من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي سوف تبدو جلية خلال شهر رمضان، بالإضافة طبعا إلى استياء من نوع آخر باعتبار أن هناك الكثير من العراقيين الذين يريدون أن يزاولوا حياتهم بشكل طبيعي ويزاولوا كذلك النشاطات المعهودة في شهر رمضان بعد الإفطار والخروج إلى الأسواق ومحاولة أيضا رؤية الأقارب والأصدقاء بها. طبعا هناك الكثير من العادات والتقاليد والنشاطات المجتمعية التي يقوم بها العراقيون في شهر رمضان، كل هذه سوف يحرم منها العراقيون بسبب جائحة كورونا. وزارة الصحة العراقية ترى بأن التجمعات ساهمت بارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير، وبالتالي ترى أن إجراءاتها ضرورية من أجل تقليل عدد الإصابات التي تجاوزت في بعض الحالات حاجز 8000 إصابة في اليوم. نعم مصطفى، ابقى معي.